راه الاب هو كلشي اخويا، ما عندكش باك وامك، راه ما عندك حتى حاجه في الدنيا. علاش راه الوالدين تيخليو الجدور لاولادهم باش كل يعطي حياه زوينه اخواد، هذا الشيء هو اللي كاين. شي اللي عطى الله الخوادري اللي عند والديه الله يخليهم ليه. وراه البرنامج هذا اخويا راه زوين، كون جيتوا شويه قبل شي 3 ايام تلقاو دراري هنايا ما عندهمش باواتهم، فهمتي؟ تندوي معاك صريح هادشي، تنقول لك اخويا عايشوا مع بنادم هنايا، كاينين شي دراري ما عندهمش والديهم مساكن تيعيشوها في الكاز، واخويا لا عنده والديه. امشي اخويا راه الوالدين اللي كاينين في الدنيا هادي اللي خلاهم للجامع. اودي اخوادري كاع اللي ما احترمش والديه ما احترموش صحابو بعدا، علاش؟ فهمتي؟ ما يحترموا الصحاب، وعلاش الاخلاق اللي عنده ما يمكنش يحترم والدي؟ علاش؟ اذا من الاول ما مربيش اخوه، فهمتيني؟ واللي ما تحترمش والدي اخوه راه ما يحترمو ربي العبد. ما كرهناش اخوه عادي، حتى واحد ما يكره يبقى بوحدو في الدنيا، فهمتيني اخوه؟ عادي راه توصل واحد الوقيته اخويا كل غادي رزقو فين تيكون، فهمتي؟ يا بنادم خاصو يمشي دقه دقه باش حتى الوالدين يبقاو معاه. هادشي هو اللي كاين اخو هادري، اللي عندو والدين الله يخليهم ليه. ابوه كلشي في حياتي، يعني زعما كضرب عليك تمارة وقاصة بزاف باش يكبرك ويوصلك لهاد الحالة اللي حنا فيها دابا. بزاف د الحوايج ضرب علينا تمارة، تكبرنا وخصنا نحترموهم بزاف. رسالة نوجه للشباب اللي باش اللي ما تيحترموش والديهم خصهم يحترموهم، حيت ضربوا عليهم تمارة وقاصوا بزاف و متين عزوج مزاكان و تيضربو تمارة باش يجيبو يوفرو ليهم المعيشة و يكسيهم و شحال من حاجة و الظروف. أنا كيمثل ليا بابا هو كلشي، هو العام هو الرب الأسرة، كيمثل ليا الأمن الاستقرار ديال العائلة. كيمثل ليا بزاف ديال الحوايج، منهم أنني إلا كنت واقفة فشي المهم كيوقف معايا فهو السند الوحيد ديالي في حياتي كاملة. إلا في قرايتي بالنسبة لي أنا طالبة، لا في حياتي العادية لا في الدار لا في كلشي، إلا كنت خاصني شي حاجة كيجيبها ليا ما عمرو خسر ليا، هو كيكون السند ديالي دائما الحمد لله. كنقول ليه كنقول جميع الاباء كاع جميع الدراري ولا الدريات اللي كاينين، كنقول لهم حافظوا على الاباء ديالكم، ما ترفعوش الصوت عليهم، راه هما العامل. من غادي يمشي شي حد ولا غادي من شي نهار ما غاديش يكون في الدار، ولا غادي يموت لا قدر الله وكتبت، غادي تعرفي ان القيمه ديالو كبيره بزاف في الحياه. كنتمنى انه الله يطول اللي عندو الاباء ديالو الله يخليهم ليهم، واللي ما عندهمش الله يرحمهم في هذا النهار. الاب ديالي مات وخلاني ضيع في الزناقي، واللي جاتي تعدى عليا كون باقي بويا العثماني الله يرحمه مسكين، والامي ما الله يخليها ليا. با كيحمي عليا هز ليا الشان، والميمة ولادي سمحوا فيا. كنحس بان انا محقور في الدنيا، يا الابوه انا عايش عيب الله ورضات الوالدين وبرك سيدنا نوح.